السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم في سعيدة كويزين راح نديروا غريبية بالفارينة المقلية. لهذه الغريبية نحتاجو كيلة فارينة مقلية، كيلة كاوكاو مقلي مليح ومرحي، كيلة غير ربع سكر غلاس او سكر رطب، كيلة سمن ذوبتو ومن بعد عاود جمدتو، ونحتاجو شويه سكر فانيلا. الفرينه كي تقليها حطيها في مقله ونقصي لها النار خلاص، وما تهزيش يدك عليها، تبقاي تحركي فيها حتى تتقلى. ما لازمش تحرقيها وما لازمش تحمريها بزاف، تجي بلون كاسي. اول حاجه نديروها نحطوا المقدار تاع السمن. السمن قلت كذوبته من بعد عاود ترديته المجمد، عاود برد جمد. نزيدو له الكمية تاع السكر، سكر كلاص. السكر تكوني غربلتيه، هكا حتى يبيض في الخليط. نصبو الكاوكاو والفارينة المقلية والكمية تاع الفاني. عندي كمية من الفارينة بيضاء، هذيك نخليها في حالة ما إذا احتجت نزيد هنا فارينة. هنا نخلط بيدي، هنا مازلت محتاجها، منزيدش بزاف، نزيد زوج مغارف ونشوف. وكل وحدة وفارينة تاعها. بعد اللي خليت العجين تاعي تاع الغريبية 15 دقيقة في الجدار، درك راني خرجتو ونبداو نخدمو الغريبية تاعنا. وهنا الأشكال اختيارية، تي الشكل اللي بغيتيه، بغيتيه بالطابع هذا تاع المعمول، والطابع هذا بعد كان أنواع كبيرة بزاف، كان كبار صغار، الأشكال بعد متبدلة، ولا بهذا عندك هذا الطوابع ثاني، ولا بالبحقون كيما حبيتي. وتقدري ديري الشكل التقليدي، ديري حربوش وتقصيه دي لوزونج. اذا درتي في طابع المعمول فرشي طرف بلاستيك وحطي الكورية تاعك وضغط عليها هك، ومن بعد تهزي الساشي تقلبي يخرج لك الشكل. انا حندير اليوم في هذا كيف كيف نديرو ديبول. يخرج لك هذا الشكل. كيما تقدري ديري حربوش بهذا الشكل وبالفرشيطه، هذه الطريقه التقليديه. خرج لك كيما هاك، وتسخني الفور على درجه حراره 180 درجه، ونحطوهم يطيبوا تقريبا بين 20 و 25 دقيقه، ونرجع نعطيهم لك بعد ما طيبوا. بعد اللي فات 20 دقيقه خرجت الغريبيه تاعي من الفور، دوكا نخليها تبرد مليح ومن بعد نحطها في صحن التقديم. الملاحظه الغريبيه ما تجيش بيضاء، ماهيش هذه الغريبيه البيضاء، هاي تجي هكا لونها
ولي في التزيين بغيتي ديري ديرها قرفة كما كانوا يديروا بكري قبل ما تحطيها في الفور، ديري في الفراغات هذو تحطي شوية قرفة. بغيتي تحطي مكسرات أي نوع، كاوكاو، بيستاش، أي حاجة. ما بقى لي غير نقولكم تاكلوها بالصحة والهنا.